بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا درس آخر من دروس النوطة، نتعلم قراءة النوطة الموسيقية اللي هو الزمن النوطة المنقوطة، يعني سواء كان بلانش منقوط أو نوار منقوط أو كروش منقوط شلون ينعزف. طبعا هنا دائما تشوفون بالنوطة الموسيقية أكو بعض النوطات بيها نقطة وراء النقطة. هذه النقطة ايش تعني؟ تعني انه مثلا اذا كانت نوار، النقطة تعني انه هاي النقطة هي نصف زمن النوار، يعني جيد كروش. بهاي الحالة انت ايش راح تعزف النوار؟ راح تعزف ضربة ونص مو ضربة، لانه النقطة زادت من قيمة النوار نص ضربة بعد. وإذا كان بلانش هو ضربتين، فراح يصير هنا البلانش ينعزف بثلاث ضربات، لأنه النقطة تزيد نصف زمن البلانش. البلانش هو ضربتين، النص واحد، فإذا النقطة يعني تصير نص واحد يصير، فهنا بهاي الحالة راح يصير البلانش ثلاث ضربات يعني مثلا. وكذلك الكروش إذا كان نص ضربة وتحط له نقطة، بهاي الحالة راح يصير الكروش كروش وربع، يعني كروش ويا دبل كروش، كروش وربع. هسه عندي على سبيل المثال، شوف هذا التمرين أخذت إياه من هذا الكتاب مال الأستاذ جورج فرح اللي هو تعليم العود وعن النوطة يعني. وهاي النوطة احنا قلنا هي لكل الآلات، يعني مو فقط للكمان او العوده او كل الالات تعزف. شوف هسه هذا التمرين، هذا التمرين شوف هنا البار الاول مع كل بدايه بار اكو نوار منقوط. شوف هو الزمن هنا 2 على 4 عفوا 4 على 4 الزمن معطيك اياه، يعني بهاي الحاله كل نوار جد كل بار جد بي كل بار راح يصير به أربع ضربات معادل أربع ضربات. شوف هسه هنا النوار منقوط، نوار ضربة، النقطة راح تصير نص، راح تجي وراها علامة كروش نص صار ضربتين، وراح تجيك نوار بنوار. شوف هذا التمرين كملة أربع ضربات. إذن هنا النقطة هي تاخذ نصف زمن النوطة اللي هي. إذا نوار راح يزيد نص يعني يصير ضربة ونص. إذا بلانش راح يصير ثلاث ضربات، يعني هو البلانش ضربتين ويزيد نص يصير ثلاثة. وإذا كان روند أيضا يصير روند ست ضربات، لأنه روند أربعة ويزيد له نص اثنين راح يصير ستة. وإذا كان كروش قلنا يزيد ربع ضربة، الكروش هو نص زيد نص يعني ربع، وهكذا. فإذا النقطة هي تعطي نصف زمن النوطة الموجودة هكذا المنقوط. وهسه راح أسوي لك التمرين عملي. شوف هذا التمرين بسيط، هنا يقول لك تمرين على علامة النقطة، شوف تمرين على علامة النقطة اللي أمام النوار شلون ينعزف. هو يعني ما بيشي درس اليوم صعب، انه فقط انت تعرف النقطة هي نقطة نفسها تاخذ نص الزمن هاي خلص. وبقية التعليمات والمعلومات احنا قايلينها من قبل. شوف هسه هذا التمرين نعطيك وزن 4 على 4، هذا 4 على 4 زين، معناها 4 ضربات. هنا ما معطينا علامات تحويل، شوف ما معطينا علامات تحويل. ختام النغم يكون هنا على درجة الدو، فإذا خلاص تعرفت النغم. يعني أولا ما معطيك علامة تحويل، كله يمشي درجات طبيعية نشرال يعني من الدو يختم دو. بهاي الحالة أنت تعرف هذا النغم هو عجم، عجم الدو. وهسه نجي للتمرين نطبقه. يعني أهم شيء أنت قبل ما تبدي تقرأ النوطة شوف التعليمات الموجودة. وبعد العجم نجي إلى العجم، هذا العجم، هذا الدو، شوف ري مي فا صو لا
سي دو. العجم كله درجة طبيعي. هسه نجي للتمرين. طبعا انا هسه التمرين هذا اعطيته سرعة 100، لانه يصير بطيء اذا نطيه سرعة 70 او 80، لان هو نوارات وكروشات، فممكن تطيه 100 110 120، ممكن تقدر تسيطر على السرعة مالته. فهنا سرعة 100، شوف راح اسمعك الايقاع. شوف الايقاع، 1 2 3 4، هذا الإيقاع يصير 1 2 3 4. هسه النوار المنقوط شلون راح يصير؟ شوف النوار راح يصير مثلا دو دو، وياخذ نص وياها، يعني راح يصير دو، وتجي النغمة النص ري، شوف راح يصير دو ري، ويجي وراها الجملة شنو؟ مي دو ري مي مي، شوف دو ري مي مي، يعني هاي الدو نوار ونص تكملها، ما يصير تقطعها، يعني مو تقول دو دو، لا هي مستمرة صير دو ري. شوف هاي صار ضربتين، لأن نوار ضربة ونص وراها علامة كروش، صار ضربتين دو ري مي مي. تيجي الجملة اللي وراها ريفا، زين عفوا، تجي اللي وراها ايه ريمي فا فا، شوف ريمي فا فا. تيجي الجملة اللي وراها شنو هي؟ من المي تبدي مي فا، شوف مي فا صول صول، وهكذا يصعد التمرين. هكذا المنقوط انقرأ، يعني تزيد لنص. وهسه نجي نعزف التمرين بصورة عملية مع الإيقاع. 2 3 4 1 2 3 4. بهذه الصورة وهذا الشكل ينعزف التمرين، هذا المنقوط ما عدنا شيء. طبعا أتمنى لهنا ينتهي درس اليوم، وأتمنى تمت الاستفادة من درس اليوم، وإلى دروس أخرى للنوطة. ما بقى عدنا شيء بالنوطة، دروس جدا قليلة، يعني مجرد هي الأساسيات التاسة المفروض تعرفها، بقت عندنا بس المصطلحات اللي مثلا الخطين وبنشرحها، علامة الإعادة شلون تصير، لأن فقط عندنا بعض الأوزان الجديدة راح نعطيك إياها أيضا، وبعدين نعطي تمارين منوعة. إلى هنا ينتهي درسنا اليوم، ومع السلامة.